متخصص في خلطة المطبخ تمام، وتقريبا احنا بنصدر 100% المنتج كله، لان طبعا ما فيش في مصر ثقافة خلطة المطبخ. بنصدر المانيا، بنصدر فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، اوروبا كلها عموما، وامريكا بعض الشغل. بقالكم قد ايه بتتعاملوا في التصدير؟ يعني بقالكم قد ايه بتصدر؟ بقالنا تقريبا حوالي 35 سنة. كله تعامل خارجي؟ كله تعامل خارجي. التزامنا بالمواعيد وجودة شغلنا هو اللي وصلنا ان الناس دي تثق فينا وتدينا الاوردرات الكتير اللي احنا بنعملها دي، زائد ان احنا عندنا شهادات كمان بتؤهلنا ان احنا نصدر لأي مكان في العالم. دي بعض منتجاتنا اللي احنا مصنعينها هنا في مصنعنا، وطبعا انت شايف شكل المنتجات عامل ازاي.